بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تابع معكم أعزائي الطلبة مساق محاكاة نظم شابتر 9 أنبوت موديلينج المحاضرة الخامسة. المحاضرة اللي فاتت انتهينا من تطبيق الكاي سكوير تيست على أساس نعمل فحص الجودنس أوف فيت لديسكريت ديستريبيوشن هو كان عبارة عن بواسون، وشفنا هذا الإكزامبل وشفنا كيف أخذنا القرار للهايبوتيسيس إنه وي ويل ريجكت الاتش نود. الآن بدنا نحاول نأخذ إكزامبل على continuous distribution. continuous distribution الإكزامبل مر علينا قدام، خلينا نرجع له من الكتاب اللي هو كان إكزامبل 9.6 لما عملنا parameter estimation للداتا الموجودة عنا. الآن هنا عبارة عن إكزامبل بحكي عن life tests were performed on a random sample of electronic component at 1.5 time the nominal voltage، يعني استخدموا الفولتج، and their lifetime or time to failure in days was recorded. يبقى هنا عبارة عن time to failure. time to failure وعبارة عن بالأيام. بالأيام. فأول component كان 79.9 days، اللي بعديه كان 3.027، اللي بعديه 6.7 days وصار في failure. طبعا هذه الداتا احنا متعودين انه التايم تو فيلير عباره عن اكسبوننشال ديستريبيوشن او اي احد حالاته الخاصه الثانيه زي ما احنا متعودين وحكينا في المحاضرات السابقه. فلو رسمنا الهيستوغرام تبع الداتا اللي موجوده عندنا ها، تمام، حيطلع شكل الهيستوغرام بالشكل هذا. ومن شكل الهيستوغرام ومراجعتنا لشابتر 5 حناخد قرار انه الكانديديت ديستريبيوشن عندنا هو الاكسبوننشال ديستريبيوشن. ما دام اكسبوننشال ديستريبيوشن يبقى بدنا نعمل له اول حاجه بارامتر استيميشن عشان نقدر نطرح الفرضيه. مظبوط، عشان نقدر نطرح الفرضيه بدنا نعمل بارامتر استيميشن. ايش البارامتر تبع الاكسبوننشال ديستريبيوشن؟ احنا عارفين انه البارامتر تبع الاكسبوننشال ديستريبيوشن هو عباره عن لاندا، والاستيميتر له عباره عن لاندا هات، تمام، زي ما شفنا هان اكسبوننشال عباره عن لندا، والاستيميتر هي عباره عن لندا هات اللي بتساوي 1 على اكس بار. اذا انا هنا مضطر اجيب الاكس بار للداتا اللي موجوده عندنا هان، هي عباره عن لاحظوا 5 اعمده، كل عمود فيه 10 بيانات، وبالتالي 50 داتا بوينت. يبقى هي عباره عن مجموع ال 50 فاليو هذول على عددهن على 50 بتطلع الاكس بار. اذا اللندا هات بتصير 1 على اكس بار، تمام. فقلت انه عندي لندا، يبقى هذه لندا عباره عن بارامتر ل اكسبوننشال ديستريبيوشن. اذا الفرضيه بتصير الاتش نود ديز داتا او ديز لايف تايم تو فيلير از اكسبوننشالي ديستريبيوتد ويد لندا هات ايكوال 1 على اكس بار حسب ما بنحسبها. الاتش 1 هي عباره عن نوت كونفورم تو اكسبوننشالي ديستريبيوشن، تمام. وبنشوف كيف نستخدم كاي سكوير. وبالتالي اذا بدي استخدم كاي سكوير بدي احسب observed frequency و expected frequency على intervals، يبقى انا برضو مضطر هنا اعمل intervals. خلينا نشوف كيف بالطريقه اليدويه نحل الحاجات هذه. اول حاجه خلينا نحسب الاكس بار. اذا اول حاجه حقول انه من الهيستوغرام from histogram انا باخذ قرار انه الكانديديت ديستريبيوشن از اكسبوننشال ديستريبيوشن از اكسبوننشال. طيب البارامتر للاكسبوننشال ديستريبيوشن از لندا، تمام. الاستيميتور عباره عن لندا هات ايش بتساوي 1 على اكس بار. اذا السميشن للاكس اي من 1 ل 50 على 50 تطلع مين هذه؟ هذه الاكس بار، تمام. اللندا هات واحد على هذه الاكس بار. اذا بدي اجي اجمع هذول البيانات اللي عندي هذول اجمعهن واقسمهن على 50، فبتطلع معاي قيمه الاكس بار. اكس بار بتساوي 11.894. اذا اللندا هات ايش بدها تساوي؟ واحد على اكس بار، واحد على 11.894. إذا واحد تقسيم 11.894 يساوي
بوينت او 84. اذا لندا هات از بوينت او 84. اذا انا بدي الان اصيغ فرضيه اقول انه لايف تايم داتا is exponentially distributed. ال H1 lifetime data is not exponentially distributed. تمام؟ ونستخدم alpha 0.05. الآن طريقة الكاي سكوير لازم يكون في عندنا تيبل. التيبل ايش فيه؟ في قيم ال احنا قلنا continuous distribution، يبقى بدنا نعمل interval. لازم يكون في عندنا الكولوم الأول class interval، بعدين observed frequency، بعدين expected frequency، بعدين ال observed ناقص ال expected على ال تربيع على ال expected، ونجمع ال test statistics اللي submission لآخر عمود. تمام؟ يبقى عشان هيك أنا ضروري في البداية أروح أطلع اللي هو ال class intervals. class intervals عشان أطلعها، لاحظوا أنا عندي sample size n، إيش بتساوي n؟ n بتساوي 50، مظبوط؟ ايش قلنا ريكومنديشن للكونتينوس ديستريبيوشن هنا لما تكون حسب السامبل سايز؟ لاحظوا الجدول هذا، قلنا الكاي سكوير ما استخدموش اذا كانت 20 او اقل. لو كانت ان بتساوي 50، خد الكي عدد الكلاس انترفال، قسم ال 50 هذول ل 5 ل 10، من 5 ل 10 خلينا ناخذ 8. نعتبر الكي هنا ايش بتساوي؟ الكي بتساوي 8 كلاس انترفالز، بدنا نقسمه ل 8 كلاس انترفالز. طب كيف بدي اجيب الان؟ كيف بدي اجيب الكلاس انترفالز هذه؟ بدي اجيبها من الكوميولاتيف ديستريبيوشن، من المعادله هذه. المعادله هذه الاي اي ناقص 1 والاي اي. تمام؟ نبدا دائما اول انترفال حتبدا، طبعا قلنا اي انترفال هي ايش؟ اي اي ناقص 1 واي اي. تمام؟ مغلقه هذه. نبدا دائما من زيرو، بدنا الاي اي اول اي اي. اذا الاي اي هذه لما تكون الاي ايش بتساوي؟ واحد. الان انا لو عملت 8 لما تكون الاي هذه بتساوي واحد، هيك شكل الفتره لان كلاس انترفال اي اي ماينس 1 واي اي. تمام؟ الان بدي استفيد من الكوميولاتيف الاف كابيتال اي اي. تمام؟ بدي احسب لها. الان لو انا كنت عامل 8 انترفلز وكل انترفل لها السيم بروبابيلتي، سيم بروبابيلتي، اذا بتصير البي اي دائما بتساوي، انا عندي 8 1 على كي 1 على 8 1 على 8 كلاس انترفل، لانه كل البي اي هذه احتمال الكلاس انترفل هذه. تمام؟ فكل احتمال عباره عن 0.125 بوينت 1 2 5. إذا الكوميولاتيف بدي أجيب الـ AI هذه من الكوميولاتيف، زي ما قلنا الـ FAI هي إيش بتساوي؟ الكوميولاتيف لمين؟ لـ Exponential. إحنا قلنا Exponential Distribution، مظبوط؟ يبقى إيش الـ Exponential Distribution؟ Cumulative Distribution Function إله 1 ناقص E أس سالب لندا X، مظبوط؟ هذا من شابتر 5. اذا حتصير ال FAI هي عبارة عن ايش؟ ال FAI اللي هي الكوميولاتيف للإكسبونشال ديستريبيوشن فانكشن. طب والكوميولاتيف ل شو اسمه عند AI بتصير حسب، يعني احنا قلنا هي 125، بعدين اللي هي الكلاس واحد، بعدين 2.125، كل واحدة متشابهة، مظبوط؟ عشان قلنا 1 على 8. الكوميولاتيف ايش بتصير؟ هنا اذا هنا كوميولاتيف وهنا بروبابيلتي، بتصير 125، بعدين الثانية هذا زائد هذا بنجمع بتصير فاصلة 25، مظبوط؟ بعدين هذا زائد هذا. فدائما مثلا ال 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 الرابعة هي عبارة عن 4، مظبوط، في البي في الفاصلة 1 2 5 في الرانك تبعها. اذا هذا عبارة عن الاي بي، الكوميولاتيف عبارة عن الاي في بي، مظبوط، زي ما قلنا عن الاربعة اذا كانت هيك منتظمة، حافظنا على ايكوال بروبابيلتي لكل انترفال.
إذن 1 ناقص اي والسالب اي اي، مظبوط اي اي. طيب الآن هذه هي المعادلة تبعتنا، بس بدنا نجيب الاي اي، احنا بدنا الاي اي لأنه بي معروفة والاي معروفة. إذن ايش بتصير؟ الاي والسالب لندا اي اي ايش بدها تساوي؟ 1 ناقص اي في بي. خلينا ناخذ لين للطرفين، لو اخذنا لين للطرفين اذا سالب لندا اي اي اللي بدنا اياها بدها تساوي لين الواحد ناقص اي في بي. اذا اي اي بدها تساوي، هنقسم على سالب لندا، اذا 1 على لندا بس بالسالب في لين الواحد ناقص اي في بي. تمام. فاحنا قلنا بدنا 8 انترفل، فلو بدي مثلا اول انترفل، اول انترفل حتكون زي ما قلنا من 0 و اي اي. تمام. اذا حنجيب الاي اي هذا ايش بتساوي؟ سالب 1 على لندا في لين الواحد ناقص اي في بي، هي عباره عن ايش؟ الاي هنا صارت 1 دي اي 1، مظبوط. اذا 1 في فاصلة 1.25، مظبوط. اذا لندا ايش قلنا؟ احنا جبناها من البارامتر استيميشن بوينت او 84. اذا اي 1 اول فتره هي عباره عن سالب 1 على بوينت او 84 في لين الواحد ناقص تمن، يعني لين 7 أثمان، مظبوط. اذا خلينا نحسب اللين اول، الواحد ناقص بوينت 1.25 يساوي تقسيم بوينت او 84، طبعا بسالب سالب على سالب، فبتطلع 1.59 زي ما احنا شايفين 1.59. اذا اول انترفال عبارة عن 0 لحد 1.59، هنا مغلق وهنا مفتوح. تمام. الانترفال الثاني هنحسب لها اي 2، الانترفال الثاني هتصير مغلق عند 1.59 وضل هنا عندنا اي 2 اللي بدنا نحسبها. اذا اي 2 ايش بدها تساوي؟ سالب 1 على برضه بوينت او 84 في لين الواحد ناقص 2، هاي صارت 2 في فاصلة 1.25، مظبوط. لو حسبناها هتطلع الاي 2 معانا 3.425. اذا الفترة الثانية عبارة عن 1.59 مغلق و 3.425 مفتوح. هنكمل ايه؟ 3 و4 و5 لحد الاي 8. تمام. الاي 8 اللي هي هتكون هنا اي اي ناقص 1 اللي هي اي 7 مغلق، مظبوط. عند الاي 8 هتكون محصورة بين الاي 7، اي 7 مغلقة و اي 8 مفتوحة. لاحظوا عند الاي 8 هتكون انفينيتي، ليش؟ لانه هيصير هنا 8 في 8 1 ناقص 1 لن الواحد ناقص 1 لن الصفر، وبالتالي هتصير هنا انفينيتي الاي 8. يبقى اخر انترفال بتكون من الاي 7 اللي هي نهاية اللي قبلها لا انفينيتي. تمام. هيك بنكون كوننا الثمانية انترفلز. خلينا ايش نرتبهم في الجدول ونشوف نعمل جدول الكاي سكوير ستاندرد. كيف جدول الكاي سكوير ستاندرد حيكون؟ حيكون بالشكل هذا، نفس الشكل اللي شفناه في المحاضرة اللي فاتت، نفس تبع ال discrete distribution لما حكينا عن بوسون، ولكن هنا حيكون intervals. يبقى أول إشي حيكون عندنا هنا class interval. بعدين observed frequency OI. تمام. بعدين expected frequency EI. بعدين هنروح نقول الـ OI ناقص الـ EI تربيع على الـ EI عشان نحسب منها الـ summation X node اللي هي الـ test statistic للـ chi square.
الآن أول كلاس انتيربل زي ما شفنا احنا الآن حسبناها، قلنا بتبدأ من زيرو مغلق لحد الواحد وتسعة وخمسين، شفناها الآن كيف حسبناها تمام. الآن بعدين هنكمل الثانية، طلعت معانا من هذه حتيجي هان، هي من AI ناقص واحد لواحد تسعة وخمسين حتيجي هان، وثلاثة فاصلة أربعة اثنين خمسة، هاي الكلاس انتيربل الثانية حسبناها زي ما شفنا كيف بالطريقة اللي قبل. بعدين هذا حتيجي هان 3.245 مغلق بكلاس انتيرفال الثالثة مع 5.59 تمام. بعدين هذه 5.595 مع 8.252، بعدين هيك صاروا أربعة. حنكمل 8.252 و 11.672، بعدين 11.672 و 16.503، 16.503، 16.503 مغلق و 24.752 تمام. الأخيرة 24.752 هذه الثامنة، وإنفينيتي هنا مغلق إنفينيتي مفتوح تمام. الآن إيش كيف نجيب الأوبزيرفد فريكوانسي؟ دائما نقول نحن إنه الأوبزيرفد فريكوانسي هو عبارة عن الفريكوانسي الحقيقي من الداتا الحقيقية. يعني أنا عند هاي الانتيربل هذه من 0 ل 1.59 بالضرورة على الداتا الحقيقية لللايف تايم هذه أشوف أكم قراءة من هدول أجت ضمن الانتيربل هذه من 0 ل 1.59، فحاجة أعد حلاقي هاي هذه واحد، هذه لا أكبر 1.96 يبقى هاي واحد في السطر هذا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. اذا هاي هن 19 عدناها طلعوا 19، اذا لقينا 19 لايف تايم داتا بوينت موجوده within this class interval تمام. بنعبي اول اوبزير، بعدين بمسك هذه من 1.53 3.4 نفس الطريقه، باجي بعدهم وبعبي الاوبزير فريكوانسي، بلاقي 19 10 3 6 1 1 4 6 4 6. لو جمعناها هذول لازم يطلع معنا قديش؟ دائما التوتال فريكوانسي بيساوي ايش؟ 50 تمام، اللي هي الان سمول. الان كيف بدنا نجيب الاكسبكتد اف؟ طبعا احنا عارفين ان الاكسبكتد فريكوانسي من بدايه الكاي سكوير هاي معادلته الاي اي ايش بتساوي؟ ان في بي، يبقى بدنا نعوض بس ان في بي، اذا الاي الاي اي اذا تساوي الان في بي اي. ولاحظوا هنا احنا سوينا البي اي، قلنا كله كلاس انتيرفال كل واحد عبارة عن 1 على 8 100.125 سويناها. اذا الاي اي الاي الاكسبكتد فريكوانسي اللي هن كلهم عبارة عن 50 ضرب 0.125، يعني 50 على 8، 50 على 8 بتطلع 48 على 8 6 و2 على 8 ربع، يعني 6 ربع، يبقى 6.25. يقبل اي الاكسبكتد فريكوانسي 6.25 للكل، 6.25 للكل تمام. لو جمعناهم هيطلع برضو المجموع ايش؟ 50. خلاص هيك الان صرنا جاهزين ان نطبق 19 ناقص 6.25 تربيع على 6.25، هتطلع معانا هذا الرقم هنا عبارة عن 26.01 تمام؟ هنا حيطلع 2.25
هنا هيطلع 0.081. هنعبي وهنعمل هنا التوتال. التوتال اللي هنا عبارة عن ايش؟ سميشن للاو اي ناقص الاي اي تربيع على اي اي، يعني الاكس نود تيست ستاتستيك تبعتنا الكاي سكوير تربيع. اذا لو جمعنا الرقم هذا هيطلع معانا 39.6. 39.6. الان بدي اقارن هذه التست ستاتستيك الاكس نود سكوير طلعت 39.6 مع مين؟ مع الاكس الفا والكي ناقص اس ناقص 1 يقبل اكس الفا 0.05. الكي عملنا 8 كلاس انترفال زيهم، 8 كلاس انترفال مظبوط، يبقى 8 ناقص اس ايش البارامتر اللي اخذناه؟ بس اللندا هات، يبقى ناقص 1 او اللندا ناقص 1. اذا بدنا نشوف الكاي سكوير، طبعا الكاي سكوير 0.05 و 8 ناقص 2 و 6. هنيجي بنفس طريقه اللي شفناها قبل شويه في الديسكريت ديستريبيوشن، هنروح على تيبل الكاي سكوير ديستريبيوشن اللي هو عباره عن اظن تيبل A 7 او حاجه زي هيك، وفي اخر الكتاب زي ما شفنا هنلاحظ ان هذه قيمتها 12.6. اذا كمان مره لاحظنا انه اكس نود سكوير طلعت اكبر من اكس سكوير الفا وكي ناقص اس ناقص 1. اذا وي ويل ريجكت الاتش نود، لانه اذا تتذكر من الدوكس كنا نقول هايها في الكاي سكوير هذا منطقة الريجكت وهذا منطقة الفيل تو ريجكت، فيل تو ريجكت او خلينا نقول احيانا كنا نقول اكسبت. تمام، يبقى انا وي ويل ريجكت طلعت هذه، هي عبارة عن اللي هي الاكس اكس سكوير اللي هي الفا والكي ناقص اس ناقص 1. احنا طلعت عندنا هنا عبارة عن 12.6، هي طلعت معانا 39.6. لاحظوا كتير بعيد، فالاريا طلعت قليل، هتكون البي فاليو هنا كتير قليلة أصغر من 0.05. إذا بتتذكروا في اختبار الفرضيات في الدوكس كنا نحكي الكلام هذا. تمام، إذا وي ريجكت اتش نود، وبنستخلص إنه الداتا هذه مش اكسبوننشالي ديستريبيوتد. طب إيش الحل؟ كمان مرة بدنا نجرب ديستريبيوشن آخر، او ان في الاخر نضطر ان نخليها لا امبيريكال ديستريبيوشن. طيب هيك نكون انتهينا من الكاي سكوير تيست وطبقناه على ديسكريت ديستريبيوشن وطبقناه على كونتينيوس ديستريبيوشن. ديسكريت حكينا عن بواسون، الكونتينيوس حكينا عن اكسبوننشال ديستريبيوشن. شفنا كيف نفحص الفرضيه وبنشوف كيف هل وي ويل fail to reject ولا reject the H node اللي بتحكي عن the conformance between the candidate distribution وال collected data. الآن نشوف the Kolmogorov-Smirnov test، وهو عبارة عن نفس التست اللي حكينا عنه في chapter 7 لما كنا نحكي عن random numbers وكنا نفحص the uniformity لهم، هل هي بتتبع uniform distribution ولا لا. Intuition formalize the idea behind examining a QQ plot. Recall from chapter 7 section 7.4.1 لما حكي عن Kolmogorov-Smirnov test. The test compares the continuous CDF cumulative distribution function F capital of X of the hypothesized distribution with the empirical CDF. Hypothesized distribution كنا نحكي في chapter 7 عن uniform distribution، كنا نقول ال f capital of x لل uniform distribution هي اللي في الهايبوتيسيس، كنا نقول هدول الراندم نمبرز ار uniformly distributed، وكنا نشوف الكوميوليتيف s capital n capital of x of the n samples of observations اذا بتتذكر. وكنا ناخذ القرار كيف، وهو نفس طبعا نفس Kolmogorov-Smirnov test، كيف باخذ القرار based on the maximum difference statistic tabulated in A.8. الدي اللي هي الماكسيمم فاليو للديفرنس بتوين الكوميوليتيف لليونيفورم ناقص الكوميوليتيف للراندوم نمبرز اللي موجوده عندنا. نفس الفكره هنستخدمها في اكزامبل عندنا هان. طبعا من الشابتر 7 احنا كنا عارفين انه it is a more powerful test
particularly when the sample size is small. The sample size is small أو the sample sizes are small. لما تكون sample size قليل ما بقدرش استخدم الكاي سكوير, لكن كومن جروف سيمونوف كنا نقدر نستخدمه. إذا بتتذكر في شابتر 7 عملنا لخمسة random variables. وبرضه no parameters have been estimated from the data. مش شرط احسب البارامترز للداتا زي ما كنا نحسب في الكاي سكوير عشان نقدر نحسب اللي هو الكلاس انترفال والفريكوانسيز والحاجات هذه. لا, هنا مش شرط ان انا احسب بارامترز. نشوف اكزامبل على موضوع الكولموغروف سيمونوف. كولموغروف سيمونوف تيست فور اكسبوننشال ديستريبيوشن. نشوف هل الداتا اللي موجوده عندنا هان اكسبوننشال ديستريبيوشن ولا لا. سبوز ذات 50 انتر ارايفل تايمز ان مينيتس انتر ارايفل تايم. لاحظوا ما دام انتر ارايفل تايم يبقى حيكون بالمينت, هي عباره عن اي اللي هي عباره عن واحد على لندا. ما دام واحد على لندا يبقى اكسبوننشال ديستريبيوشن. ار كولكتد اوفر 100 مينت انترفل ارينج ان اوردر اوف اوكيرنس, ومرتبه حسب ترتيب الحدوث وقت الحدوث. هاي اول انتر ارايفل تايم بالدقيقه فاصل 44 دقيقه, بعدين فاصل 53, بعدين 2.04, بعدين فاصل 2.74, وهكذا. هنلاحظ في عندنا 50 قراءه, 50 قراءه لانتر ارايفل تايم. الان كولموغروف سيمونوف تيست مبني على هايبوثيسز, يبقى النل هايبوثيسز اند اتس انترناتيف او انترنت are formed as follows. H node enter arrival times here are exponentially distributed. الفرضية البديلة H1 the enter arrival times are not exponentially distributed. تمام؟ لاحظوا الداتا اللي موجودة عندنا هان موجودة على time interval قيمتها قديش؟ 100. تمام؟ يبقى لو عملنا جمعنا كلنا دول هيطلع مجموعا في الآخر 100, وبالتالي الكوميولاتيف من أول واحد إلى آخر واحدة هتكون عبارة عن 100. وبالتالي أنا ضروري أنا أعمل هنا كوميولاتيف للداتا اللي موجودة عندي هان. كيف بعمل كوميولاتيف؟ عبارة عن التايم هذه على مين؟ على 100, هتكون هيها 0.0044. بعدين الثانية عبارة عن كوميولاتيف هذه زائد هذه على 100, 44 53 عبارة عن 97 على 100, يبقى 97 من 10,000. بعدين 97 حجمع لها 2.04 على 100, هتطلع ايش؟ 0.301. تمام؟ يبقى انا عملت الكوميولاتيف لهذول كلهم تقريبا. مظبوط, الدقه مش 100%, طلعت 0.9744 هي اخر وحده معانا. الان بدنا نطبق طريقه تشابتر 7 على اساس ان نطلع الدي بلس والدي ماينس, ونشوف الدي اللي هي الماكسيمم بين البلس والماينس. بعدين نشوف من تيبل A.8 ايش الكريتيكال فاليو, ونقارن ونشوف هل احنا هنعمل فير تو ريجكت للهايبوثيسز ولا لا. تمام, لو نتذكر من شابتر 7 كنا نحط طريقه اللي هو كالكوليشنز فور كولموغروف سيمونوف تيست. كنا نحط هنا ال RI الراندم نمبر اللي بدنا نشوفه بس نعمل له رانك مرتب. تمام, بعدين نحط ال I على N. تمام, اللي هي الترتيب على السامبل سايز. بعدين I على N ناقص ال RI, وهنا ال RI ناقص ال I على ال I ناقص 1 على N الكوميولاتيف اللي قبله. الآن احنا ما عندناش راندم نمبر, بس عندنا ايش؟ الداتا تبعت مين؟ الانتر ارايفل تايم هذه. فهروح ارص هذه الارقام هنا بالطريقة هذه, احط هنا 0.004, بعدين اللي وراه كان 0.097. مظبوط, بعدين اللي وراه 0.301, 0.301. تمام, وارص كلهم بشكل كامل. الان اي على ان انا عندي هذا اول واحد, يبقى 1 على 50 اللي هي 0.2 من 100. هنا 2 على 50 اللي هي 0.04. هنا 3 على 50 يعني 6 من 100. تمام, هاي الاي الان هنا عباره عن هذه ناقص هذه, فهذه ناقص هذه عباره عن 0.015156. تمام, الان هذه هي عباره عن هذه
ناقص الكوميولاتيف اللي قبلها. طبعا هنا الكوميولاتيف اللي قبلها صفر، فهنطلع هنا بوينت او او اربعة اربعة، تمام. الان هذه نفس الكلام، عبارة عن هذه ناقص هذه، فهتصير مثلا بوينت او اربعة ناقص بوينت او او تسعة سبعة، بوينت او تلاتة، بوينت او 303، تمام. بعدين هذه بوينت او ستة ناقص بوينت او 301، بوينت او 292، تمام. حنكمل للآخر. والآن هذه هتصير ايش؟ بوينت مثلا او او بوينت او او تسعة سبعة ناقص الكوميولاتيف اللي قبلها، الكوميولاتيف اللي قبلها دي بوينت او اتنين مثلا، تمام. لو طلعت بالسالب مش هنكتب، تمام. وهكذا هنعبي هذه وهذه، هنعبي السطرين هذا وهذا. من هنا هنطلع دي بلس اكبر دي، لو جمعناها كلهن هنلاحظ اكبر دي هتكون فاصلة واحد خمسة اربعة. الدي ماينس برضو هنشوف اكبر رقم في السطر اللي عندنا، هنلاقي اكبر دي ماينس بوينت او او 8، بوينت او او 8، تمام. الان بدي اجيب الماكس بين الدي بلس والدي ماينس، واقول هي عباره هذا عن الدي اللي عباره عن مين الاكبر، هذا ولا هذه، يبقى 1.154، تمام. الان من تيبل A.8 عند وجود D وألفا مثلا بتساوي 0.05، تمام. والسامبل سايز اللي هي N بتساوي قديش؟ 50. نشوف قديش قيمة اللي هو D ألفا اللي هي D 0.05. نشوف مثلا تيبل A.8 هاي A8 اللي هو الكومن جروب سيمنوف، تمام، ممتاز. هاي D اللي في النص اللي هي 0.05، تمام. وعندنا السامبل سايز اكثر شيء 35، لما تصير اوفر 35 بدي اخذ 1.36 على جذر الان، يبقى 1.36 على جذر الان، يبقى 1.36 على جذر ال 50، يبقى قديش هتطلع هذه معانا. هنروح نحسبها ونسجل 1.36 تقسيم جذر الان اللي هي 50، تطلع 0.192، 0.192، 1.92. اذا الدي الفا 0.192، والدي ماكس 0.154، يبقى 0.154 اجت في منطقة الفيل تو ريجكت. اذا الاتش نود بناء على كولموغروف سمرنوف بنقول انه الداتا هذه بتاعت الانتر ارايفل تايم ار اكسبوننشالي ديستريبيوتد، اكسبوننشالي ديستريبيوتد بناء على كولموغروف سمرنوف، تمام. هاي الكلام لان هان مظبوط، يبقى صوتها هي بوسس الداتا انتر ارايفل تايمز ار اكسبونشن ديستريبيوتد كان نوت بي ريجكتد، كان نوت بي ريجكتد، تمام. بهيك برضه بنكون شفنا الكوموغروف سيمنوف وقدرنا نفهم كيف نقدر نستخدمه. بس الاكزامبل لان الصراحه 100 داتا بوينت شيء طويل كثير، نقعد نحسبها بطريقه كوموغروف سيمنوف طويل علينا، فلانه فيش انترفال، كل داتا لحالها، كل داتا بوينت لحالها، فنقول نحسب سطرين في كل سطر 50 رقم، يبقى 100 رقم، بعدين نجمع ونضرب، وبالتالي الحل طويل، تمام. عشان هيك اعطيتكم مستخلص الداتا بس، وشفنا الجدول كيف بينبنى بالطريقه تبعت
كل مجرور حسب شابتر 7. تمام. الآن بدنا نحكي عن بي فاليوز اند بيست فيتس. البي فاليوز طبعا هحكيها بسرعة لأنه احنا متعودين عليها من وثائق الديزاين اكسبيرمنت. ولاحظوا اي تيست عملناها عن اي هايبوثيسيس تيستينج في لها بي فاليو. البي فاليو تمام. البي فاليو هي السيجنيفيكانس ليفل ات ويتش وان وود جاست ريجكت اتش نوت فور ذا جيفن تيست ستاتستيك فاليو. لما نحسب بي فاليو اللي هي من الديستريبيوشن، حسبنا التيست ستاتستيك بدي اروح ارجع للديستريبيوشن اللي انا بحكي عنه، وعند الديستريبيوشن هذا لما تكون القيمه موجوده حسب التست ستاتستيك قديش قيمه البروبابيلتي، هذه بتصير البي فاليو جاي من البروبابيلتي. تمام. وهي السيجنيفيكانس ليفل اللي بتقودني ان اخذ قرار، اذا كانت البي فاليو اقل من قيمه الالفا بدي اخذ قرار بالريجكت، اذا كانت اكبر اعمل فيل تو ريجكت حسب ما بتتذكر. وحتى كنا في الديزاين اكسبيرمنت كنا دائما نستخدم البي فاليو، خاصه اذا استخدمنا السوفت وير المينيتاب كنا نطلع مباشره على البي فاليو. اقل من 0.05 يقوي ويل ريجكت اتش نود، اكبر من 0.05 يويل فيل تو ريجكت الاتش نود. يبقى ميجر اوف فيت ذا هاير ذا بيتر، ذا هاير ذا بيتر، كل ما كانت البي فاليو اكبر كل ما كان الفيت اعلى. تمام. لانه البي فاليو كل ما بتكبر كل ما زغرت كل ما صار في اتجاه الريجكت، يعني فيش فيت. تمام. كل ما كبرت كل ما كانت ايش الفيت اعلى. يكبر لارج بي فاليو معناته جود فيت، اما سمول بي فاليو معناته ريجكت يبقى بور فيت. تمام. في الفيكل ارايفل اكزامبل اللي هو حكينا فيه على البواسون اتش نود داتا از البواسون تست تتذكروا كانت الكاي سكوير نود، اكس سكوير نود كانت 27.6. لو اخذنا عند ال 5 ديجريز اوف فريدم حسبنا البي فاليو على الكاي سكوير وحطينا هذه القيمه تمام عند الخمسة، هنلاحظ البي فاليو بدها تطلع 0.004 وبالتالي كتير كتير اصغر من ال 0.05، معناته الداتا مش بواسون. تمام. ويقول ريجكت البواسون لانه اقل من 0.05 ومعناته كمان الفت كتير بور. تمام. ويقول ريجكت اتش نود ويد 0.0004 significance level. hence البواسون is a poor fit، يبقى البواسون مش مناسب للداتا هذه. تمام. وتتذكر احنا كنا نقول في اختبار الفرضيات كنا ناخذ القرار باحد ثلاث طرق، الطريقة الاولى من التست ستاتستيك ومقارنتها بقيمة المقابلة عند الالفا، او من البي فاليو ومقارنتها بالالفا نفسها، او اذا بتتذكروا كنا ناخذ كونفيدنس انترفلز ونشوف هل هي داخل الفيل تو ريجكت ريجون ولا الريجكت ريجونز. واذا بتتذكروا كنا نحكي عن اتجاه واحد واتجاهين. تمام. One sided two sided hypothesis. لان بي فاليوز اند بيست فيتس، ماني سوفت وير يوز بي فاليو از ذا رانكينج ميجر تو اوتوماتيكلي ديتيرمين ذا بيست فيت، ثينجز تو بي كوشن. الان كثير من السوفت وير بتستخدم البي فاليو على اساس انها تعمل رانك، زي ما كنا نعمل رانك لو تتذكروا في الديزاين اكسبيرمنت لا الفاكتورز، اهم فاكتور اللي كنا نقول اهم فاكتور اللي هو له اقل بي فاليو. تمام. It is the most significant factor. وبنعمل رانك حسب البي فاليوز للعوامل اللي بتاثر في الاكسبيرمنت. تمام. هذا السوفت وير نفس الفكره ممكن يستخدموها، لكن بدنا ننتبه انه السوفت وير مي نوت نو اباوت ذا فيزيكال بيسز اوف ذا داتا ديستريبيوشن فاميليز ات سجست مي بي ان ابروبريت. تمام. A close conformance to the data does not always lead to the most appropriate input model. يعني إنه لو ركزنا كتير في الداتا يعني مش شرط دائما تكون ال p value هي اللي بتساعدنا، لأنه ال p value ما بتطلعش على الفت بالضبط. وبتتذكروا كنا إيش نعمل كمان في design experiment، كنا نقول مش شرط تطلع على ال p value لحالها، كنا نروح نفحص حاجات تانية اللي هي للراندمنس والترند والحاجات هذه والداتا وكيف هل هي فت كتير ولا لا. تمام.
recommended always inspect the automatic selection using graphical method. الجرافيكال ميثود زي ما انا قاعد بحكي كنا نرسم مثلا سكتر للريزيديوالز بتتذكر ونرسمهن ونشوف كيف من الاشكال هل هي مناسبه ولا مش مناسبه. تمام، هيك بننتهي من المحاضره ونشوف بكمل في المحاضرات القادمه ان شاء الله.